باشرت هيئة تنظيم سوق العمل المرحلة الثالثة والأخيرة من عمليات نقل نظام العمالة الوافدة وبنيته التحتية الرقمية إلى شبكة الحوسبة السحابية لمركز بيانات أمازون ويب سيرفيسز بمملكة البحرين، والتي تستمر حتى شهر ديسمبر المقبل. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف السيد يوسف الدخيل، مدير إدارة تطوير البرامج بهيئة تنظيم سوق العمل. سيد يوسف، بعد التحية، ما أهمية هذه الخطوة وما انعكاساتها على هيئة تنظيم سوق العمل وجهودها في تسهيل الإجراءات لأصحاب العمل والعمال؟ مرحبا، السلام عليكم. طبعا الانتقال إلى شبكة أمازون الحوسبة السحابية يعد من أهم مشاريع الهيئة في الفترة الحالية، وذلك يتماشى مع استراتيجية الحكومة الموقرة في الانتقال للحوسبة السحابية. وستتيح عملية انتقال أنظمة الهيئة لشبكة أمازون الحوسبة السحابية فرص كبيرة في تخفيض التكاليف التشغيلية وزيادة سرعة الاستجابة لمتطلبات سوق العمل والقرارات الحكومية التي تخص الهيئة. بالإضافة إلى ذلك، سيضمن الانتقال الحصول على سرعات استجابة عالية مع ضمان الحصول على نسب توافرية أعلى للأنظمة. نعم سيد يوسف، نظام العمالة الوافدة يعتبر من أكثر الأنظمة دقة، وهل يمكن أن تقدم لنا صورة عن أهمية هذا النظام؟ نعم بالضبط، نظام الهيئة الإلكتروني يعد من أكبر وأهم الأنظمة الحكومية، وتتركز الهيئة في عملها على النظام الإلكتروني، حيث النظام يتم من خلاله أكثر من 90% من عمليات الهيئة، والنظام يستقبل سنويا ما يقارب 1.9 مليون معاملة إلكترونية، والتي بدورها تتفرع إلى ما يزيد عن 48 معاملة تجري بطريقة إلكترونية، إما في داخل النظام نفسه أو في الأنظمة الأخرى في المؤسسات المرتبطة بنظام الهيئة. يذكر أن النظام مرتبط بما يقارب أو بما يزيد عن 20 مؤسسة حكومية وغير حكومية، كما أن جميع التحويلات المالية المرتبطة بالرسوم تتم من خلال النظام نفسه، وذلك عن طريق إتاحة إمكانية الدخول على النظام وإجراء عمليات الدفع الإلكترونية لجميع أصحاب الأعمال والمخولين لديهم. ولا ننسى ذكر أن النظام يدير معظم العمليات المرتبطة بدورة حياة العمالة الوافدة، والتي تمثل أكثر من نصف سكان مملكة البحرين، وذلك من بداية تقديم تصاريح العمل حتى نهاية فترة عملهم ومغادرتهم للمملكة. نعم. نعم، شكرا لك سيد يوسف الدخيل، مدير إدارة تطوير البرامج بهيئة تنظيم سوق العمل، شكرا جزيلا لك.